زي محمد مصطفى عبد القادر، الزول يومي بدين جديد، يومي محمد مصطفى عبد القادر يومي طالع له بمنهج جديد، ما عنده منهج واحد. قبل فترة شغال سأله من الحلبي، قال الحلبي زول مبتدع ويثني على الأخوان المسلمين ومحمد حسان ومحمد حسين يعقوب، وتبين لي بأنه ما ليس بسلفي. الحلبي ده أنا كان قريت له كتاب والله، ومع سوداني أردني، عرفت أنه تغير وصار وكشف عن هويته، وعرفت أنه ليس بسلفي وأنه من جماعة الإخوان المسلمين الذين يثنون على حسن البنا ويثنون على محمد حسان، بالإضافة إلى أباطيل كثيرة أخرى. أنت فاهم كلامي؟ كويس. بعد كم شهر سألوا من الحلبي، قال الحلبي عالم من أهل السنة والجماعة رغم أنفق عصبجي عشان ماشي. الرجل اللي هو الشيخ الحلبي حفظه الله رجل من السنين يا عصبجي يا شماشي، رجل من علماء أهل السنة ومن كبار الثقات عندي، عرفته؟ الحلبي ده عالم كبير ثقة عندي. كويس. بعد شوية ودوا مصر، انت عارف مشى هناك البلد ديك، خليه. المهم مشى مصر لقى صاحبك الرضواني، جلد له الحلبي، قال له الحلبي يثني على محمد حسان، والله لا ما عارف. ما عارف بلاي، انت ما قلت انا ود البلد، ود البلد طلعت دلوك سايد، ما عارف يعني انه الحلبي يثني على محمد حسان محمد حسين؟ انت شغلك قايل حلقوم كبير، انت هنا شغال يدافع عن انصار السنه المحمديه. وقبل فتره الشيخ العاطل المجرم محمد مصطفى عبد القادر زعلان، تعال خش او تنطي من برا، الزول ده قبل فترة كان يطعن في أنصار السنة ويحذر من أنصار السنة، وكان جوا المعهد بتاعه ده، جوا المعهد كان بيحذرنا من أنصار السنة، بل الزول ده تعرف بلاته، قبل زمان كان بيجيب لنا شيخ أبو بكر، شيخ أبو بكر ده كان بيجيبه لنا يدرسنا في المعهد، هسه قال أبو بكر جاهل وكافر، معناه كان بيجيب لنا كفار يدرسونا مجرم، صح؟ الزول ده مجنون ولا شنو؟ والله زمان كان يجيبه محمد مصطفى ما في، بيجينا ابو بكر، ولليل انا كلام ابو بكر كاتبه قاعد، هو يجيب لنا كفار يدرسونا وناس جهال، ها عشان تعرف انه الزول ده بدل وغير المنهج بتاعه، اثبت على منهج واحد، خليك راجل يا محمد مصطفى، خليك راجل، وانت قربت تموت، عمرك ده خلاص، انت عجزت، انت قايل نفسك لسه صغير عشان محنن دقنك يعني؟ انت ما سمعت الشاعر قال: ويقبح بالفتى فعل التصابي واقبح منه شيخ قد تفتى، انت ده زي المرشين العامله مكياج، انت عجوز يا شيخ محمد مصطفى عبد القادر، توب يا اخي ابقى راجل واثبت لك في منهج، اثبت لك في منهج واحد، شغلت النسوان دي ما بتنفع، المره الليله الراجله لو جاب لها حاجه سمحه بتشكر والله انت، وطبعا وزول كويس وبتاع، بكره لو ما جاب لها تقوى والله انت اطعم زول، واو دي شغلت عمك ده ذاته، شغلت الحريم دي خليها، وافتح بلاغ جاهز لك يا كلب، انت لما انت تتوب من مسألة سبك لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وطعنك في علماء الأمة، حتى بعد ذاك نشوف موضوعك بتاع أنصار السنة والإحياء التراث والدينار الكويتي، بنشوف الموضوع ده قدام إن شاء الله، لكن المسألة سبيت أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، نلتقي إن شاء الله، جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.